اعلموا يا رعاكم الله أن دين الإسلام يحث على العفو والتسامح، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه. عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، ولا يجسي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطأ ويسمح، كل من لاذ به أفلح وكل من عامله يربح. رفع السماء بغير عمد فتأمل وألمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، أغنى وأفقر وربما كان الفقر أصلح. أحمده ما أمسى النهار وما أصبح، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد، من بالعطاء الواسع وأفسح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أبان الحق وأوضح، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي لازمه حضرًا وسفرًا ولم يربح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان الذي أنفق الكثير في سبيل الله وأصلح، وعلى علي بن عمه رضي الله عنه، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا يا رعاكم الله أن دين الإسلام يحث على العفو والتسامح. قال الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو يا عباد الله حث عليه ديننا الإسلام، وله ثمرات جليلة، من أهمها أن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فمن أراد أن يغفر الله له فليغفر لعباده، وليتعامل معهم بالعفو والتسامح. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والعفو يا عباد الله انتصار على النفس وعلى الشيطان، فالشيطان أعاذنا الله وإياكم منه يريد تفريق المسلمين، يريد الخلاف والشقاق بين عباد الله، كما جاء في صحيح مسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون، ولكن رضي بالتحريش فيما بينهم. هب يا أخي الكريم أن فلانا من الناس أخطأ في حقك، ولك منه يوم القيامة مقدار مثلا مليون من الحسنات يزيد أو ينقص، كيف إذا وقع أجرك على الله؟ والله يحب المحسنين. فالعفو إحسان على النفس وإحسان على العبد، فالعفو إحسان على النفس وإحسان على الغير، وهذا من ثمرات العفو. فأحسن لنفسك يا عبد الله، وأحسن لإخوانك المسلمين. ومن ثمرات العفو اجتماع الكلمة ووحدة الصف وقوة الأمة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا
إن الله مع الصابرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، علينا أن نتعامل مع الله، وأن نسامح الناس من أجل الله، ونتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم. طرد من مكة صلى الله عليه وسلم، ولقي في مكة ما تعلمون من الأذية، وعندما فتح مكة صلى الله عليه وسلم قابل الإساءة بالإحسان صلى الله عليه وسلم، وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كما في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وعندما شج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، أخذ يسيل الدم من وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، ومن تربى على يده من صحابته الكرام كان هذا هو ديدنهم ومنهجهم. عندما خاض مصطح في عرض الطاهرة عائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح لأنه ابن خالته، وكان يحسن على القريب والبعيد، فأقسم ألا ينفق عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأقسم أبو بكر ألا يقطع النفقة عليه بعد أن أقسم ألا ينفق عليه، استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكفرة والملحدين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وحد كلمتنا، واجمع صفوفنا، وحسن خواتم أعمالنا، واجعل العفو يا رب العالمين في مجتمعاتنا بين أسرنا، واجعل العفو في مجتمعاتنا وبين أسرنا يا رب العالمين، واجعلنا متسامحين متوادين متحابين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.